اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس حول عرقلة التوصل لاتفاق هدنة. حركة حماس قالت إن إسرائيل تريد اتفاقاً مؤقتاً للإفراج عن أسراها لتستأنف بعدها الحرب، والأخيرة تتهم حماس بالمماطلة، وبين هذا وذاك تدفع غزة الثمن. لكن ولا شرب مجاعة تامة. صحيفة هآرتس قالت إن حركة حماس رفضت المقترح الأمريكي بإطلاق سراح 40 من المحتجزين مقابل 900 أسير فلسطيني وستة أسابيع من وقف إطلاق النار. الصحيفة كشفت أن حماس قدمت مقترحاً جديداً يتكون من ثلاث مراحل، في أولاها وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب للجيش الإسرائيلي من مراكز المدن، إضافة لعودة غير مشروطة للنازحين إلى شمال القطاع. أما المرحلة الثانية وفقاً لهآرتس فتشمل انسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن تبدأ عملية التبادل فقط عند الوصول لهذه المرحلة، بحيث تطلق إسرائيل سراح 30 فلسطينياً من سجونها مقابل كل محتجز مدني، و50 أسيراً فلسطينياً من السجون، منهم 30 محكومون بالسجن مدى الحياة مقابل كل جندي محتجز لدى حماس، على أن يتم تسليم الجنود والجثث في مرحلة ثالثة وأخيرة يتم فيها رفع الحصار عن غزة وبدء إعادة الإعمار. إسرائيل قالت إن الاتفاق المقترح من حماس لا يمكن قبوله، وهو بمثابة استسلام وخسارة للحرب.